على مدار الأسبوع اللي فات سمعنا كتير عن التعاون المصري اليمني والوفد اليمني اللي جه لمصر من أجل شراكات وتعاون على مستويات كتيرة إعلامية وثقافية. يبدو أنه اليمن بيعاد يعني بيعود مرة تانية للحياة، وأنه اليمن بترجع تضيء مرة تانية بعد أزمات كتيرة. وطبعا موقف مصر زي ما كده كنا حالا بنقرأ، موقف مصر ثابت تجاه الحكومات الشرعية وتجاه دعم الدول العربية. الدعم مش بس بالمساعدات دي، لكنه ده جزء من شكل من أشكال امتداد ثقافي بين مصر وبين اليمن، هنسمعه في أخبار كتير على مدار الأيام اللي فاتت واللي جاية. أعتقد مركز معلومات مجلس الوزراء أعلن عن تصدر مصر المركز الأول عالميا في إنتاج التمور بإنتاجها لحوالي 21% من الإنتاج العالمي. ده بيجي بعد التقرير اللي نشره المركز لإشادة وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بمصر، واعتبرها النموذج المضيء والنادر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. النهاردة بنتكلم عن تصدر مصر لدول العالم في إنتاج التمور.